اول حاجه بنت ليا هما هاد جوج الناس اللي بالموطور واللي ما خداوش بالطريقه اللي حنا كنعرفو. السلام عليكم. مزيان اخويا بخير. داكشي باش فكرت ندير واحد الحاجه اللي تقدر تخليه يفكر ياخد التليفون. شوفوا معايا 30 ريال مشات لي هنايا. واحد دقيقه شد لها فكرت واحد القطعه خطيره غادي نديرها. كما الشوه راه ضرب الدوره على التليفون. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ونشوف رد الفعل ديال الناس خليكم مع سبونسر ديال الفيديو وان اكس بيت اللي من بعد ما كتسجل فيه بهذه الطريقه وكتسجل بهذا الكود برومو اللي غتلقاو اللين ديالو في الكومونتير كتزاد لك 1300 درهم في الكود ديالك من بعد اول ديبوزيت. كذلك مور ديبوزيت خاصك تلعب ماتشات باش عاد تزاد لك المبلغ. اش اللي كاين خليكم مع رد الفعل ديال الناس في الفيديو غتدوا. في نظركم تفاحه المغرب مدينه ميدلت فيها الشفره ولا فيها الامان؟ كل صراحه نقدر نقول لكم انا براسي ما عرفت الاجابه. حيت كل واش فهمتي على المدينه، مدينه فيها ناس مزيانين فيها ناس حضايا، تقدر تلقى الشفاره تقدر ما تلقاهمش. كيف ديما وبالتجربه ديالنا غادي نكون غادي في وسط الطوموبيل ومخرج يدي وكندور في مختلف البلايص ديال ميدلت وغادي نشوف واش شي واحد يزعم على التليفون. ومن هنا تعزيزي المشاهد تعرف اذا جيت مدينه ميدلت واش غادي نورمال ولا طلع لك الزاج وحدي راسك. ما علينا خليكم مع الفيديو وغنعرفوا الاجابه. كيف ديما غاتدوا. هذه الميدلت المعروفة نبداو على بركة الله كيف ديما غاتدوى وكوفا ستوب. هذا أول حاجة بنت ليا هما هاد جوج الناس اللي بالموطور واللي ما خداوش بالطريقة اللي حنا كنعرفو. السلام عليكم. مزيان أخويا بخير. داكشي باش فكرت ندير واحد الحاجة اللي تقدر تخليه يفكر ياخد التليفون. شوفوا معايا 30 ريال مشات لي هنايا. واحد دقيقة شد لها فكرت نجي نقلب هنايا. أي خليك على الله هو هلو ما خداوش وبغيت نوقفه وما نشكرهم على هادشي. خويا صافي خويا هادي التجربة الجماعية حنا كنصورو بغيت نعطيك التليفون ونشوف واش فاش نقلبات على القليبي ولا لا. لا لا مدينة حنا ديالنا مدينة بلاد أمان ما تقلقش أمان مستلم. حتى مدينة ما خطاتها الشفرة ولكن هنايا ما تقلقش الدراويش ما خاف والو هنايا ياك الله يرحم والديك. هذا الموطور جاي وهاد القطعة خطيرة غادي نديرها. كيما الشوه راه ضرب الدورة على التليفون باش يجيبوا ليا. شكرا لكم بزاف. سلم عليا. شكرا للتربية الله يحفظك. الله يبارك. هادشي كنصور هادشي صورناه. هاني اخويا خضرا. شوف عزيز وغالي عجبتني البارتي مشيتي تجي درتي الدورة مشيتي تجيبو. والله اخويا لا هذاك هذيك النية غادي نهز التليفون نجيب لك التليفون. الله يرحم لك الوالدين اخويا شكرا بزاف. تحركنا لبلايص اخرين اللي يقدروا يكونوا عامرين اكثر. وقصدنا المحطة ديال ميدلت. المحطة ديال ميدلت هي هادي واحد ستوب نوقفو هنايا إلا كان شي واحد غيديه راه غادي يجي يديه. خوت أنا فقدت الأمل باللي كاين كريزات في هاد المدينة. إلا متفقين قولوا لي في الكومنتار لتحت. قلت لكم هكا حيت لقطات كتارين بحال هكا وديما نفس ردة الفعل. هذاك الشيء باش الصراحة أنا عاجبني الحال في هاد المدينة. إلا عجبتكم هاد المدينة بحالي أنا والله مرتاح. بارطاجيو الفيديو والله الا عجبكم بارطاجيو مع صحابكم قولوا شوفوا المدن كيفاش خاصها تكون. كما كتشوفوا غادي وتا واحد ما بان ليه في التليفون وعاوتاني غادي نلوحو. عرفتي الا ما درتش بحال هكا راه واخا زعما تبقى مخرج التليفون. معلم شكرا لك بزاف ما ديتيش. سلم عليا. الا عجبتكم ردة الفعل ديال الناس ديال هذه المدينه هذه هي الطريقه الوحيده اللي بانت لي باش تثير الانتباه ديال الناس في هذه المدينه. زعما تخرج تليفونك حتى واحد ما غيديها فيك. داكشي باش حنا كنلوحو دابا باش نشوفو واش غيردو لك. مرة أخرى غنلوح التليفون. دوز فوقه أخويا دوز فوقه. شكرا لك عمي والله شكرا. you
واش ديالك هذا؟ لا هو هذا هو. شكرا خويا. طلق التليفون. الا بقينا هكا كنظن ما غنساليوش. اجيو نسولو ناس ميدلز على الامن في مدينتهم. راه جيتو للبلاصه ديال الامن، انا كنقولها لاي واحد، يعني نبغيو نشجعو حتى السياحه الداخليه. انت راك شتي ميدلز؟ الصراحه الله امنا، ما عمري ما تكريسيز، ما عمر وقع لي شي مشكل الحمد لله. ميدلز ما كاينش كاع المشكل، واخا صح التليفون ليه ما كاينش غادي يدي. لا هنا قليله الشفره كاع ما كاينش، قليله بزاف. هادشي ديال الكريساج الاكثر دابا لي موطار يعني ما كايناش نهائيا. ما كاينش الكريساج، هي واحد المدينه زوينه ما كاين لا كريساج لا والو، سير بالليل سير بالنهار ما كاين اللي يقيس حتى حاجه، خلي الطوموبيل ديالك حتى محلوله. انت واش فيت كريسي في المدينه؟ لا ما عمري تكريسي صراحه. شوف ما عمرنا تعرضنا لشي سرقه نهائيا، يعني انا غادي نعاود لكم واحد القصه، ربما عاودت لكم نعاودها حتى للمشاهدين الكرام ديالنا. لان واحد السيد جا من الرباط يعني، واذا به نسى السياره ديالو مفتوحه لمده يومين، يعني نسى ما سداش، مشى رجع لقى السياره ديالو في الامان، يعني ما تحلات ما تسرقات ما حتى شي حاجه. والله والله العظيم زعما هذه هادو الناس. شوف حنا كنقولوا حتى بالضحك تنقولوا نعس برا، راه ما يوقع لك حتى شي حاجه. واكبر دليل راك درتي الكاميرا الخفيه ديالك، كلشي بان بالتجربه، وشفتي الناس، شفتي الناس كيفاش معقولين. صراحه ما عمري وقعت شي مشكل بحال هكا. كاين في هذه المدينه الحمد لله، كاين المهم كاين الحمد لله. وانت فين تكريسي في هذه المدينه؟ عمري تكريسي وما غير تكريسي. نرجعوا للسؤال الاول ديالنا، ميدلت فيها الامان ولا لا؟ اللي نقدر نقول لكم الصراحه وراها باينه 9/10، حيت كيما شفتوا التليفون باش بديت الفيديو هو باش سالي. دونك لا خوف عليك الا جيتي لمدينه التفاح خرجتي تليك ولا تسارى، ما كاينش المشكل. الا عندكم راي اخر على مدينه ميدلت كتبوا لي تحت في لي كومونتير. وشكرا بزاف الناس ميدلت. الا شي مدينه عندك في بالك بغيتي نجي ليها ونديروا التجربه ديالنا كتبها لي في كومونتير لتحت. نتلاقاو في الفيديو الجاي، سلامه.